السلام عليكم اخوتي، انا واحد بنت سميتو ضحى عربوش، تحرقت في رمضان. المشكل اللي وقع لي هو الوالد ديالي جاب البوطه ركبها، قال لي شوفي بنتي طيبي لي اتاي. قلت له صافي واخا يلا. من يركب البوطه تيو كان منفس. انا في رمضان وقع لي مع الخمسه ملي قرب يأذن الأذان. صافي انا جيت عن بغيت، انا اصلا كنت في الكوزينه كنت جالسه تما. ملي جيت عندنا نشعل تيو كان منفس، والنفس ديال البوطه بقى كيفزق لي الحوايج ديالو، انا ما شميت لا والو. ملي جيت نشعل شعلت فيا انا نعاف، كانت الاخت ديالي معايا، الوالد ديالي جالس قدام الدار. ملي شاف العافيه شعلت جا باغا ينقذنا حتى هو تحرق معانا. صافي هو اختي خرجوا، انا بقيت في الكوزينه، انا بقيت الاخري انا تشوفوا الحاله ديالي اللي انا فيها. شحال عمرك؟ 18 عام. كنت قرا؟ كنت كنقرا، كنت كنقرا، والوالد ديالي ما عندوش، وانا كنت حاسه بي ما عندوش. صافي قلت له بابا انجلس، جلسه الخوت ديالي كاملين جالسين، كنا حبسنا. قالت اختي وحده قاريه عمتي في المغرب هي اللي تخلص على القرايه. المشكل اللي وقع لي قلت لك، تحرقت نهار نهار بالضبط نهار السبت مع الخمسة. عيطت الاب ديالي واحد السيد جاب لنا ريبانس، هزونا جابونا السبيطار الغاب. كيفاش استقبلوك الناس ديال السبيطار الغاب؟ ما عرفتش انا باش نقول لك كيفاش استقبلوني، ما كنتش عاقل على راسي. كاع العام ديالي هادي هي اللي كانت، وعلى ما داكشي كيعاودوا قالك ما بغاوش يستقبلونا مزيان. البومادات اللي داوونا بهم حنا اللي شريناهم، هذاك النهار حطينا 12 ألف، وتا هذوك البومادات ما دارولنا حتى شي حاجه. الحريق اللي جينا به بقينا به. بتنا ديك الليله تما الغد جا واحد الطبيب قال لهم هادو علاش بيتوهم؟ قالوا الاخر ما مصايبينش الدوسي ولا شي. قالوا هادو خصهم ضروري يمشيو، كون حق لهم هاد الليله ما يباتوهاش هنا. صابوا لينا هي تزنا ريبان زداونا الكاس، وصلنا في الليل دخلونا داونا الميريزكو، داوونا دارونا خنيشه ديال الحريق تحيد منا الحريق، دارونا الشومبرا ديالنا نعسنا فيهم. انا نعست شهر والاخت ديالي نعست 15 يوم. انا درت 4 العمليات، 3 درتهم ملي كنت ناعسه، وحده درتها حتى خرجت. الاخت ديالي صافي قالوا لها سيري ديري لها الدواء وتاخ كل 15 يوم جيبيها، حنا ما عندناش فين نجلسو تما. حد السيدة الله يجازيها بخير وقفات معانا، كتعرف العمته عمتي كتعرفها، كانت تعرفها ملي كانت صغيره. قالت لها شوفي راه واحد الجيران ديالنا راه قاعدين في واحد المشكل، لا بغاو يجلسوا عندك. جاوا عندنا مساكن جابوا لنا الماكله في رمضان، كان ما كانوش يخليهم يدخلوا عندنا، كان جاي خصهم يصبروا الزياره مع 8، كانوا يديروا لنا مع 8 الزياره. حنا كنا كامله مغلفه بالفاصل، الفوم ديالي تيبان، ما كناكل لا والو 15 يوم ما كليت. ملي كانت يبقاو يوقفوني كنت نسخف ليهم. هي هذيك الاخت ديالي خرجوها داوها عند هذيك البنت اللي جات عندنا. انا نعس شهر، ملي كمل الشهر ديالي قالت لهم عمتي داروا لي العمليه لوجهي ما كنشوفش، شدوا لي حتى العينين ديالي حيت تحركت من فوق العين ديالي ما كنشوفش. قالت لها جات الاستاذه ديال السبيطار قالت لها خصها تخرج، اجينا لا في كازا. قالت لها خصها ضروري تخرج. قالت لها دكتوره ما كتشوفش، والناس اللي عندهم ساكنين في الدوزيام ايطاج كاع عندها شنو تطلعها. قالت لها خصها ضروري تخرج. بقات معاهم عمتي كتعورط بهم مسكينه الله يجازيها بخير وخليها لينا. بقات تعورط بها. صافي قالت لها غدا نحيدوا لها الفاصمه ونشوفوا العمليه واش طلعت مزيان، وديك الساعه خرجيها. صافي خلاوني سيمانه حتى نجحت لي العمليه مزيان، حتى انا عاودت ما نجحش لي. خرجت انا مشيت عند ديك البنت بقينا جالسين عندها. عمتي مسكينه نعسات معانا شهر، كانت خدامه على ولادها، ولادها مساكنه ما كتشوف الحاله اللي فيها، باهم غير حمال، وانا جالسه معاهم. كانت نعست معانا شهر مسكينه، ولادها كان عندهم امتحان، وكتجي تطلعيهم وكتمشي تجيب 6000 ريال 7000 كتجي كدير لنا حنا الماكله وكتمشي. ورا ديالها ديال المركوب تجي تطلعينا وكتمشي. والسيد اللي كنا جالسين معاه الله يجازيه بخير حتى هو كان واقف معانا، وعمتي مسكينه ما كانت تجي تشوف ولادها مارتو، كانت تدينا للسبيطار. كنا كنمشيو على رجلينا، الفلوس اللي عندنا غنشدو بها طاكسي ما عندناش. انا ما كنتش نقد نزيد، كنت شحال مره سخفت للبنت في الطريق تيبغوا يهزوني على الناس يوصلوني للسبيطار شحال مره.
والله جزاها بخير هذيك السيده وقفت معانا في العيد الكبير. هزاتنا عمتي جابتنا لهنايا، عطاوني انا 15 يوم، قال لي سيري مول العيد اجل. جيت لقيت عمتي شي ناس وقفوا معاها وشراو لها العيد، وعيت معها انا قالت لي تشعل باك، قلت لها لا ما نمشيش. عيت معها دوزنا ما بغيتش نمشي، الحاله ديالي ما خلاتنيش نمشي، صحاباتي خوتي ما بغيت نشوف حتى شي واحد، انا جالسه هنا ما تنشوف حتى شي واحد. ما كتخرجي من والو؟ لا ما كنخرج، من خرج من السبيطار ما كنخرج. السيد اللي كنا جالسين عندو كان تيبغي يخرجنا ما تنبغوش نخرجوا ليه. تقريبا شحال ديال المده ما خرجتش؟ ما ننظر، ما تحرك، ما تحركش، ما خرج تقريبا عام. اه تمن كانت تكون غادا بيا عمتي للسبيطار الميريز تقول كازا تنغمي وجهي، حتى في التران كيبقاو يشوفوني الناس كيبقاو يقولوا مسكينه مسكينه، كيبقى فيا انا الحال كنبقى نتكال عمتي وكنبقى نبكي عشان كنت نشوف في الناس. كدينا كل شهر حنا ما عندناش، وشحال من شهر ما كنلقاش باش نمشيو للدوايات ها ما كتشوف غاليين، ما تلقاش حتى باش نشري الدواء. دابا الدواء مسالي ليا ما كنلقاش باش نشري، ها هو كتشوف الدواء غالي كاين عادي 7000 40000 50000. هذا الماسك اللي كتشوف شريتو ب 70000. هذا ديال الماسك هذا قالوا لي خصك ديري لوجهك باش اللحم يرطب ما يبقاش قاص، وخا درتو ما دار لي يعني ما عطاني حتى شي نتيجه. دابا راه 3 شهور وانا دايره، هذا هو الرابع اللي عمش فيه. غد غدا عندي الكونترول ما عندي باش حتى باش نمشي، انت تشوف دابا الدوايات ما عنديش وما عندي باش نشريهم. هاد الماسك شريته ب 70000 والسيد اللي كيصايبو ليا كنمشي عندو، خصني كل شهر نمشي عند باش يقادو ليا، كنمشيو ب 100 درهم على طاكسي باش دينا من الميريز تقول عندو ب 100 درهم، وعاد خصنا نشدو طاكسي باش نجيو لاكار باش نجيو بحالنا لهنا، حنا ما عندناش هاد الماسك. خصني مول التروي اللي كي اللي هو اللي صيفطني ندير هاد الماسك، حتى هو خدام في ميريزو قال لي بنتي خصك كل شهر تبقى تجي عندي نشوف. كنجي انايا لواحد البلاصه تيقولوا لها 28 كندير فيها الكونترول، كنحط 100 درهم باش يشوفني الطبيب، 100 درهم كل شهر كيشوفني الطبيب، يعني ممكن يقول لي راني بنتي رانتي تشافيتي لا انت جايه كداك الشيء كيبره كيعطيني حتى شي نتيجه، كيقول لي تيقول لي حتى شي حاجه. قال لي خصك تشري واحد البراوات دقيهم في وجهك، هذوك البراوات غاليين دايرين 100 درهم. دابا شريت ثلاثه وهذا الشهر ديال غدا خصني نشري وحده وانا ما عنديش باش نشريها، وكنطلبكم اخوتي توقفوا معايا وتشوفوا من الحاله ديالي الله يجازيكم بخير. حتى الوالد ديالي اللي يوقف معايا ما عندوش، نهار كيخدم نهار ما كيخدمش. الوالده ديالي حتى هي مريضه، حد خويا كبر مني حتى هو مريض، حنا باش حبسنا من الدراسه باش نعاونوه. الله يجازيكم بخير، انا بغيت شي طبيب ولا شي جمعيه يوقف معايا ودير لي التجميل. الله يجازيكم بخير، كان شي جمعيه اللي توقف معايا وتشوف من الحاله ديالي الله يجازيكم بخير. عارف الرقم ديالك؟ لا. ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.